يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. الحديث صحيح عند الإمام البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني في الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشع. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشع. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن امرئ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. الحديث صحيح عند الإمام الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. الحديث في السلسلة الصحيحة عند الإمام الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. قوله طبع الله على قلبه أي ختم على قلبه بمنع إيصال الخير إليه، وقيل كتبه منافقا، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر. يعني احنا بإذن الله إما نخرج من القبور يوم القيامة هنحشر، هتكون أرض المحشر هي أرض الشام اللي هي معروفة دلوقتي باسم فلسطين وسوريا ولبنان والأردن، هي دي أرض الشام. وهذا تكريم لأرض الشام علشان معظم الأنبياء والرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى من أرض الشام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. الحديث صحيح عند الجامع. يعني لو واحد شاف واحد بيغتاب أخيه المسلم ودب عن عرضه، دفع عنه يعني بلغتنا كده العامية، ما هوش راضي بالغيبة دي، ربنا سبحانه وتعالى هيعتقه من النار، والله أعلم.